تقدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة خاصة عن الدعوات الكهنوتية. وقد شارك في البرنامج الأب برنارد بوجي مدير المعهد الكليريكي في بيت جالة، الذي شدد في الحديث على أهمية تنشئة الشباب على الدعوة الكهنوتية حتى يصبحوا كهنة يخدمون مذابح الكنيسة. كما تطرقت الحلقة إلى الصعوبات والعقبات التي تواجه مسيرة هذه الدعوة. فإلى هناك كثير عم بيتعرض الكهنة للانتقاد، وكثير بيجيب حكي وبيصير في كلام عليهم، لكن وطبعا من أشخاص مؤمنين يعني برسالة كهنة. بدك تفهم إنه الكاهن رسالته سماوية والدعوة دعوة من الله. عمل الكاهن هلا هو في كهنة قرارهم إنهم يمشوا حسب تعليم الله وحسب قرار الله، وفي كهنة بيمشوا مش حسب التعاليم اللي منصوصة عليها أو اللي تعلموها ودرسوها. لكن أنت كمؤمن بدك تعرف إنه سلطان الكاهن هو من الله، ومعنات كاهن أو معنى كاهن هو معناته وكيل الله، يعني هذا هو المعنى الحرفي لموضوع كاهن أو لكلمة كاهن. هلا الدعوة هي من السماء، سماوية من الله. نحس انه موضوع الدعوات والرسامه، رسامه الوضع اليد لازم تكون بكنسيه برئاسه يعني الاسقف اللي هو وضع اليد. هون سر، هذا سر الهي، واحنا حكينا الكاهن هو وكيل الله على الارض، لانه يسوع المسيح هو سلمهم هذه المهمه للتبشير، للتعليم، للتعميد، وحتى كمان لمغفره الخطايا. وكل ما يربط على الأرض يربط في السماء، وكل ما حللتم على الأرض يحل في السماء. فهذه السلطة اللي معطاة للكاهن يعني سلطة كتير، يعني مسؤولية كبيرة من السماء. أحيانا الناس بتقولك إنه هذه السلطة، إنه هذا الشخص غير مستحق إنه إحنا نتبعه، لأنه هذا شخص بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فهلا موضوع الدعوة مربوطة في ايضا قرار الكاهن كيف بيفعل الدعوه او بيصير بهذه الدعوه. أكيد. يعني هل هو مربوط في يعني كيف بيمشي هذا الخوري بدعوته اللي اجت من عند ربه، هل مربوطين مع بعض ام انه دعوته بصير في عنده الحريه انه يتصرف بهذه الدعوه كما يشاء، والدعوه السماويه انه مدعو ككاهن هذا امر اخر. نعم، هل في هناك فصل ابونا؟ طبعاً. اكيد. هلا اكيد في فصل. ليش؟ لانه كل واحد بتقدم للكهنوت هو جاي من بيئه مختلفه، من ثقافه معينه، من حضاره معينه، من عادات وتقاليد قد تكون في مجتمع منافي للاشياء الموجوده عندهم. يعني كاهن جاي من روما يخدم في عمان، او كاهن من عمان رايح على روما يكمل دراساته العليا، راح يشوف شيء مختلف. نعم. عن ثقافته هذا، حتى في مناطق مختلفه بنفس البلد، يعني من قريه مثلا او من مدينه. نعم. او من نعم. بالضبط الى حد ما. نعم. هلا شنو بصير؟ احنا بنحكي نعمه الروح القدس هي اللي بتعينك على ضعفاتك. يعني حتى القديس بولس صرخ وقال بأعلى صوته: يا رب لماذا الخير الذي في داخلي لا أفعل والشر الذي ليس في داخلي إياه أفعل؟ مرات أنت بتعصبي، يمكن أعز ناس بتحبيهم بحياتك، يمكن أولادك، وتحكي بطريقة مش منيحة، ما في 5 ثواني 10 ثواني شو عم أنا، هذا ابني، هاي بنتي، أنا ليش عم بحكي هيك؟ يعني هذا التناقض الموجود في كيان الإنسان ما بين شخصيته اللي جاي منها من بيته، وما بين الكهنوت اللي بتطلب منه أن يكون طويل الأنات، أن يكون محبا، أن يكون. طب في جينات عنده كمان، إشي أخذه من أبوه، إشي أخذه من أمه في بهالحياة، في أشياء بتصير بيناتهم. مرات بصير في صراع بينها. نعم. بداخل الإنسان اللي بحكي فيه هذا القديس بولس، هذا الخير اللي أنا مدعو إله. الكاهن هو الإشي الأساسي اللي هو بده يكون المحبة والخير والصالح لأجل الناس العام. بس مرات كثير بنقع بروح الأنانية، بنصير بروح التخصيص، إنه هدول الرعية بيحترموني، هذا الناس بيقوم بواجبي بيحترم الكاهن، هدول كناس ما بيقدروا الكاهن، ما بيحترموه، ما بيعزموه، ما بيجيبوه، ما بيودوه على مناسباتهم. طب أنا ليش بدي أعاملهم؟ بصير هو كمان دي عامل، وبيصير في خصخصة.
أبونا نحن شاكرين طبعاً تواصلك معنا في هذا النهار وعم نحكي عن الدعوات الكهنوتية، وأنت طبعاً هلأ الخبير في هذه الأمور، خاصة أنك أنت مدير المعهد الإكليريكي في بيت جالة. فسؤالنا لإلك أبونا، كيف ترى يعني إقبال الشباب الآن على الدعوات الكهنوتية، وموضوع أيضا التحديات اللي بتواجه الشباب في الاستمرارية، أو التحدي اللي بتواجهكم أنتوا أنه الدعوات الموجودة أو الطلاب بالإكليريكي أنهم يستمروا إلى الآخر للرسام الكهنوتية؟ تفضل أبونا. اولا نشكركم ونشكر فضائيه نورسات على طرحهم لهي المواضيع المهمه. موضوع الدعوه يخص كل انسان مسيحي. الدعوه الكهنوتيه او الرهبانيه هي مهمه ربنا يضع في حياه الانسان ليكتشف انه ربنا حاضر في العالم. الكاهن هو مسيح اخر، ومن خلاله تتمس الاسرار وحد الشعب المسيحي في يسوع المسيح. الدعوة ما سهلة، دائما كان في تحديات في الدعوة، ومنشوف دائما انه كان في العهد القديم في العهد الجديد مثلا امثال الشاب الغني الذي عندما قال له الرب يسوع اذهب بيع كل تملك بعد، واخذ كل امواله وذهب حزينا ما يستطيع الرب. وفي هناك بالمقارنة التلاميذ اللي تلعن متى لاوي اللي عنده على طاولة وقال له اتبعني، ترك كل شيء وتبعه. منشوف هذول النموذجين. هذا الاشي موجود في حياة من يبحث عن دعوة كهنوتية. منلاقي الاشخاص اللي هن متقين الامور في عالمهم، في حياتهم اليومية، في عندهم معين في الحياة اللي بدهم يستمروا فيه، ولكن في عندهم الرغبة بنفس الوقت إنه هذا الصغيرية اللي موجودة مش شغلة، يعني إنه الواحد لا عن شيء يتبع مسيح كاملة وخيار جذري في حياة الإنسان بدون ما نحن نترك شيء.